انه يبقى في ملتقى زي كده بين اجيال مختلفه والطلبه، وانه يحصل نوع من انواع النقاش. ده حاجة مهمة جدا وحاجة صحية جدا، وانا وجهة نظري انه كمان الطلبة محتاجة تفهم الواقع بتاع السوق الاعلامي، وازاي هم بعد ما يتخرجوا هيتقابلوا مع السوق ده، وازاي وايه المفروض يعملوا، وازاي ممكن يتدربوا خلال فترات تعليمهم ودراستهم. فبالتالي الدراسة بدون زائد التدريب ده حاجة مهمة. بالتالي أول ما بيتخرج الطالب خريج إعلام يبقى عارف هو هيواجه سوق عامل إزاي، وبالتالي يحصل نوع من أنواع أنه بيبقى منفتح أوريدي وعارف اختياراته هيروح في أنهي اتجاه في الإعلام النهاردة. هل هو يشتغل معد؟ هل هو يشتغل مذيع؟ هل هو يشتغل مصور؟ هل هو يشتغل مراسل؟ هل طبعا في حاجات مختلفة جدا، بس هو يبقى محددها، لأنه الأحلام دايما عند الطلبة بتبقى مختلفة، وفي طموح وأحلام وردية جدا. فمهم جدا أنه نوضحها لهم أنه إزاي يحقق أحلامه بطريقة مختلفة، وده مهم جدا. دايما بقول اللي ما يتقدمش أو ما يعرفش الناس بتفكر فيه عمر ما هيتقدم. عشان كده وجودنا النهارده مع شباب وبنسمع منهم، دايما عندهم افكار، دايما عندهم مخاوف. المخاوف اللي عندهم من دلوقتي، احنا كان عندنا من 25 سنه نفس الكلام اللي بيتقال، نفس الحاجات اللي الشطاره بتاع كل واحد منهم انه يتغلب على مخاوفه دي وينزل بنفسه ويشوف، ينزل بنفسه ويشتغل. مش لازم يسمع ان عشان يشتغل يبقى بواسطه، طب ما يجرب يروح من غير واسطه. اسال اي واحد منهم، انت جربت تروح تخبط على قناه تقول لهم عايز اشتغل؟ هيقول لك لا ما جربتش، هم خايفين. انا رايي ان هو يبتدوا من نفسهم، يسعوا ويتجهوا ويقولوا عايزين نجرب. احنا النهارده بقى في عندنا اكتر من 37 38 مذيع على مستوى الوطن العربي مهمين، في اكتر من 10,000 موقع، في حاجات كتير جدا فرص. عشان كده لا، هم يجربوا ويشوفوا، ربنا يوفقهم ان شاء الله.